أنا باسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لحضور ختام مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021، وشهد سموه المباراة الأخيرة التي خاضها بطل المسابقة فريق الرفاع أمام فريق المالكية على ملعب استاد البحرين الوطني، والتي انتهت نتيجتها بفوز الرفاع بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وسعادة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني للشؤون الفنية، وسعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس نادي الرفاع الرياضي، وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس نادي الرفاع رئيس جهاز الكرة بالنادي، وسعادة السيد جاسم عبد العال رئيس نادي المالكية الرياضية. وفي ختام المباراة توج سمو الشيخ خالد بن حمد فريق نادي الرفاع بطلا لمسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. وبهذه المناسبة هنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرفاع وجماهير النادي بفوز الفريق بعد تحقيقه لقب مسابقة كأس جلالة الملك المفدى وأحرازه لقب مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز بعد تصدره الترتيب العام حتى نهاية هذه المسابقة برصيد 45 نقطة. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريق طيلة منافسات المسابقتين، والتحضيرات القوية والروح القتالية والتركيز العالي الذي ظهر به أفراد الفريق في جميع المباريات، حيث نجحوا من خلال ذلك في تحقيق هذين اللقبين. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة نادي الرفاع الرياضي برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن خالد في دعمها المتواصل للفريق وتهيئة الأجواء الملائمة له، والتي تكللت بالنجاح والتتويج بالثنائية. وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في تنظيم هذا الموسم الكروي بشكل مميز، متمنيا سموه للاتحاد التوفيق والنجاح لمواصلة العمل على تطوير ورفع مستوى الكرة البحرينية. الحمد لله هذا الموسم كان موسم متعب وطويل، والله الحمد تكلل بالنجاح، حققنا الدوري، حققنا الكاس، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتكاتف الجميع وبدعم الجميع اللي الكل ساهم في هذا الإنجاز، وأهدي هذا الفوز لكرفاعي. مبروكين، تستاهلون الفرحة، وإن شاء الله أن الله يعودها علينا السنة الجاية أفضل، ونشوف الجماهير موجودة معنا في الأستاد. أبارك لنادي الرفاع على بطولة الدوري وكأس الملك، الحمد لله على الإنجاز الولا أروع اللي الكل يتمنى أنه يحصل الثنائية، لكنه يعني الحمد لله يعني ان اللاعبين عندنا ثقة كبيرة فيهم وما قصروا وما خيبوا الظن، والحمد لله يعني ما كانت سهلة، حتى لو ان كان الفارق كبير لكنها ما كانت سهلة.